كانت الشروط والمعايير تبعيتهم محددة، والبيوت اللي وافقت الشروط والمعايير رمموها من تركيب أبواب، من تركيب نوافذ وفيبر للأبواب والنوافذ المدمرة جزئيا. وهناك حالات يعني ما أخذوها، ما وافقت الشروط والمعايير. نتمنى من المنظمة أو أي منظمة بدها تيجي تعمل ترميم يكون الترميم أوسع شوي، لأن في مواطنين فقيرين وفي مواطنين أحوالهم المادية نوعا ما جيدة، رمموا جزئيا وما حسنوا يكملوا. فالمواطنين الفقيرين ما حسنوا يرمموا أبدا، مثل الحالة اللي هون موجودة، ما حسن المواطن يرمم أي شيء، والمنظمة ما طابقت هاي الحالة المعايير والشروط اللي مطبقتها المنظمة للعمل عنا في بلدة إبين.